راح نصعد بالربل ونشوف نجرب الربل. بالبدايه السلام عليكم وكل عام وانت بخير. سلامه حبيبي. سلامه الاهل، ايامك سعيده، كل عام وانت بخير. احكي لي شوي على اجواء العيد. اجواء العيد هي اجواء العيد، يعني ما بدون ما نفسرها، هي العالم هي تتمنى هذا اليوم سعيد لها، حتى شوي تغير روتينها وتغير جوها، تغير روتينها من كل الناحيات. انت هسه هذا الربل مثل ما معروف طبعا احنا نسميه يعني قديما كان يسمى بالربل، حتى الربل يعيدنا شويه بالذكريات للماضي. يعني الربل تاسس 1928 بغداد بال 19 بريطانيا، هو الاصل بريطاني. اي بال 28 طبعدنا هنا بالعراق، يعني بعد كم سنه، يعني سنوات قليله اعتقد، مو سنوات، يمكن 10 سنوات تقريبا. اي تقريبا 10 سنوات تقريبا هي ودخل العراق. ودخل العراق هي بعد انت كنت تحبها يمكن. انا ابن عن جد بيها، يعني بالعمل بالربل انا من زمان بيها من زمان، هذا اولاد علمناهم. خلاص عاد وياك ناخذ فد جوله بالجزيره زين، حتى شوي ذكريات سولفنا. يا الله يا الله بشار، انت مصور غير تصعد همينه. خلنا نجي قريب عليك. لا استاذ تبقى واقف عادي، انا مش لحم شيء. يلا عادي خذ راحتك، انت خذ راحتك، خلي اسولف وياك شويه ما دام انت قلت لي انا قديم بالربل. زين شويه اريدك تسولف لي على قبل، يعني ذكريات قبل ويا الربل. ايش عندك مواقف؟ هو عنده مواقف بالربل. احنا كنا نشتغل بالرحمانيه زين، احنا هي المقر مالها كاظميه زين، انه بجيت للعاصمه بال 35 36 اهلنا اجوا للعاصمه زين. اشتغلوا بيها زين. احنا لحقنا عليهم، انا بالثمانينات لحقنا عليهم، كانوا يشتغلون بها، يعني من 35 تشتغلون بها وراثه. وراثه اي وراثه من الاربعين زين. اي زين شنو مواقف مثلا صارت فاتكم مثلا، يعني فات مواقف طريفه. راح اصعد يمك عادي، هاي هنا أنا انتقل يمك زين. الدائرة الصفراء اي هذا راح تسهل لك احسن. نعم سنعيد شوي نسولف لهذا. نعم شوي سولف لي عن ذكرياتك ويا الربل ويا عمل الربل. وعربه الربل هي مثل الصديق عندي، صديق مفضل عندي الربل. ما عندي جبت هذاك من هذاك عمري لهذا عمري، انا بالربل زين. ايام هذن الايام التعيسه احنا نسميهن اللي قعدنا بيهن زين، قعدنا العرباين ست سنين هنا ضام زين، وما اشتغلت غير شغل الا بهاي بس بالربل. انت قلت لي سولفت لي ورثتها عن والدك، والدك يمكن اي والدي واخواني وانا ورثتها مني. ورثتها لابنائك؟ هسه هذول ابنائي، هذول الزغار شفتهم هذول هم علمتهم على حس اي ربلشي، احنا يسمونا ربلشي، يعني هذا هو موروث شعبي، موروث شعبي وماكو احلى من عنده. والاجواء والهواء طبيعي يصير بالمشي ماله زين. هم تتذكر فد موقف طريف انه صار وياك مثلا شخص صاعد وقع شخص فشي او خاف او ان هواي مواقف شلون فشي تذكرني شيء ما تتذكر شيء؟ واحد من كنا نشتغل بالسعدون زين، كنا بالسعدون زين، اجرون ثلاثه، واحد من عتم مخمور زين، انا من يقعد لي ورا العبري انا انتبه على الشارع زين، ما اقدر التفت على اباوي والله قاعد امشي، هم مخمورين، واحد من عتم مخمور ازيد، وانا مشيت مسافه طبق عليه بالتيسه قال اقول لك واحد وقع من يمك، شنو هذا شي يسعده هو وقع من يمي؟ اباوا عليه مطول بنص الشارع يعني هذا يعني فعلا يعني موقف يعني، وما تاذب من وقت هو مخمور تملخ ونايم، يعني تعال ايش اسوي؟ رجعت علي كان اكو بيها شرطه واقفين لي قدامي، لقيتهم يضحكون ها، قلت لهم والله، قالوا لا هو صوتك مو صوتك، تريد تعوفه تروح لو تريد تاخذ المستشفى؟ قلت لهم لا نقبل قبل، يمكن قبل 2003 بعد السلام بال 97 بال 97 98 تقريبا، يعني عادي كانت تتجول بالشوارع يعني اي 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 بالميدان اكو هوايه هسه ينفتح شارع بالميدان هاي بس للربلات، هي الربلات ما موجوده بس هي تراثيه جزء من تراثيه بس ده. اني وواحد اسمه ابو مفيد عنده اثنين وانا عندنا سته اي بس هذول هسه بغداد عندنا موجودات بس بالزوراء مال الحكومه، يمكن مو اي الواحد اذا ما مارس يعني سياقه هذا الربل صعبه يمكن لا يقلبها. شلون انت بعد تاير ايش قد رفيع وعالي ما يكذب بس السواق اللي يكذب
والحيوان توازنه. حيوانه لا ما توازنه يعني يشمرها في العرب. احنا قبل احنا منشد واحد يسمون اي يسمونه عيب اللي يشد واحد. يشد اثنين بس. ليش يعني؟ كان شوارعنا اعراض وكبار وممشى سريع، يردن العبري يريد ممشى سريع، هنا ما يستوجب اثنين، بس واحد كافي. واحد كافي نسيطر على الوضع كله. طبعا انا اشكرك جزيل الشكر واسف يمكن شويه تعبتك وياي، بس احنا تعرف شويه اجواء عيد، نحاول ننقل الصوره الحلوه. هي هاي باع هسه، هاي باع الشباب حتى النساء الكبار يجي يجولن هنا. اول شيء هو هذا يوم عظيم بكل الاسلام، من كل الاطياف، من كل الاطياف، هو هذا نوع حلو واجواء حلوه. اجواء العيد ما كان راح منعتها واحلى منعتها مباشر. شكرا لك واتمنى لك نهار سعيد. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. انا فرع على كيفي واطبق لك على راحتك. شوف الفره مالته يعني ما سيطر عليك فيه. صح هذا بس السائق انا عندي هاي هاي شلون نامت؟ هذا يمكن الشخص اللي ما يعرفه مجرد جره هيجي لا يقلبها هو، وممكن ممكن حتى الحصان يمكن يهيج او ممكن يعني يصير رده فعل يعني لا يطيع. بس احنا ليش حتى محافظينه هذني بالشارع يعني حافظون على النظافه يعني فشي غسيل عندنا كل شيء كل المعنويات كل. انا اشكرك، انا اشكرك وايد، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق يا ربي. الله والديك الله يرزقك يا ربي حبيبي الغالي. روح هسه انت تحرك، روح انطلق بيه حتى